عمري 11 سنة، عايشة في مخيم الأمعري، وأنا أصلي من اللد ومن عائلة الصالحي. أنا محمد راسك خميس، ساكن في آخر جهة للمخيم شارع عطاس، وهوايتي الدبكة. اسمي جود، من مخيم الجلزون، أصلي من بيت نبالة، حابب أصير بالمستقبل محمد. أنا اسمي مزدلين، عمري 10 سنين، كنت أنا عايش بالمخيم وكنت عايش بيافا وعائلتي أبو لبدة. أنا ريان رامي اسماعيل محمود مزهر، لاجئ في مخيم دهيشة، بلد الأصلية خلدة. أنا اسمي تالا وسكن مخيم الأمعري، وأنا أصلي كنت من ساريس وبدرس بالمدرسة تبعتي. أنا اسمي بشار مصلح، كامل علي مصلح، حالياً ساكن في دهيشة. أنا تهجرت من دير الشيخ، هي موجودة في القدس الشريفة. أنا عمري 12 سنة، بدرس في الفرير اللي هي في بيت لحم، وانا عندي هوايه هي العزف على الكمانجا. انا كفلسطينيه، حياة وردة مثلت حياتي. أبوي كان شاب لما خرج من بلاده وطلع هنا وعاش في المخيمات، وأنا انولدت في المخيمات. زمان كان في ناس بيعيشوا حياة حلوة، واليهود أجوا وخربوا حياتهم، وكمان صار أشياء كثير زمان منعرفهاش إحنا، وأعطانا معلومات منيحة. اللي كل الجيل القادم هو أملنا في الرجوع، يعني أبائنا أجدادنا تحسروا وماتوا بحسرتهم وهم نفسهم ومتأملين يرجعوا. Thank you.
يما لسه بقى. أنا اسمي يافا من يافا، أصلي من يافا، عايشة في مخيم الأماري، عمري 12 سنة. أنا اسمي خليل، ساكن مضاعف التربية والتعليم من قرية عمواس، عمري 11. أنا اسمي ثريا، أنا ساكنة مخيم كولندا، كنا أصلنا من بيت محسير وعمري 10 سنين. أنا اسمي يامن بلال الصرفندي، عمري 12 سنة من مخيم الدهيشة. أنا اسمي أحمد العياسة من مخيم الدهيشة، ساكن في الدوحة ومهجر من قرية زكريا. اسم قرية الأصلية صرفندي الخراب، بدرس في مدرسة الكرة الدهيشة. أدرس في مدرسة ترسانت ببيت لحم. كان سيدي قاعد برا، يعني قاعد هو تبع أصحابه، فدخلوا الجيش فاعتقلوهم، فما خذوش ولا إشي معاهم، ما لحقوش، طلعوه من برا البلاد. ثاني يوم وصلوا على مكان، صار هذا المكان اللي هو كان مخيم دهيشة. صرنا نزيد ونزيد ونزيد تحت، صار في إشي مخيم دهيشة. تيزو حبيبي قاعد بصور. يلا يلا صور صور. عجبني لما وردة كانت تروح وتسأل جدها وجدتها عن شو صار زمان، شو صار وإشياء، وكانت تساعدهم. دخلت دار سيدي يعني وأنا صغيرة طبعاً، وشفت مفتاحي معلق، اسمه مسكته وصرت أحكي سيدي شو هذا المفتاح. صار يقول لي هذا مفتاح من أرضنا القديمة من زمان، إحنا أخذناه عشان يعني ضل القضية الفلسطينية متوارثة وظل مذكور يعني ما ننسى. عنده مفتاح دار، ونتمنى إنه لما تتحرر فلسطين هو عزوره وافتح. وبحكي لوردة إن شاء الله تصبر وتكون بالآخر إنها صارت واحدة منيحة. بحكي لها شكرا على يعني على اللي عملتيه، وحلو الفيلم كتير كان. بحكي لها إنه فيلمك كان حلو وحبيت فيلمك، حبيت إنه كنت تساعد الناس اللي كان حواليك. يعني سيدها باكي خرف عن الوطن، هي باكي تحكي له وعطتها، وبالآخر سيدها أعطاها المفتاح عشان يعني تظلها متذكرة الوطن، يعني ما تفقدش الأمل. أحب أحكي لها إنه الفيلم اللي عملته كتير كان حلو، وكتير عجبني لما دفعت وراحت يعني قاطت روحها ونزلت عن سيدها وبكل جراءة. أجت عاصفة قوية سحبت الشادر الباكل تبع الحج تبع سيدها. يعني مثلاً يوم بكت عيط على سيدها فكرت ميت، بعدين صحي فسيدها كام عبطها وكللها وأعطت الورد، وسيدها صار يحكي في أسماء الورد. نزل الحمام من فوق السطح، نزل يأخذ على بلد الأصلي. يعني الواحد ما يفقد الأمل، بس لازم يظل في بلد الأصلي، ولازم هو الحج عشان يخلي وردة تدخل تكمل دراستها، فهو ما اشترى الدواء تبعه عشان يعيش. فهو الواحد يوم ما يفقد الأمل بموت، بأخذوا الحمام على بلد الأصل وبموت فيه. أنا طبعاً هوايتي الفرقة الفنية، أطلع منقذ، والمنقذ اللي بدي أطلع يعني في القصد مسعف. أحب أصير في مجال الطب، بس مش مقرر لقيت أنه مجال. وبحب في وقت الفراغ أرسم ملعب. أحب أكون أصير في المستقبل طبيبة بيطرية. لما أكبر حابة أصير دكتورة عشان أساعد الفقيرين والمحتاجين. دكتور أو إني أصير عازف.